ضنا غالي، صح ولا مجرد كلام؟ انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الجرائم يشيب لها الوجدان. اتصدرت الأم دور البطولة وأطفالها هم المجني عليهم. الوقعة الأولى كانت لسيدة ألقت طفلتها الرضيعة في الشارع. السيدة في الأربعين من عمرها، لابسة عباية سودة ونقاب بيغطي وشها، ومسك شنطة جواها طفلتها الرضيعة اللي لسه ما كملتش شهرها الأول. سابتها على الأرض قدام أحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر، وبعد مرور دقايق عثر سكان العقار على الرضيعة، وواحد منهم اصطحبها لمنزله خشية تعرضها لمكروه من أصحاب النفوس الضعيفة. المباحث أمرت بإيداع الطفلة في إحدى دور رعاية الأطفال لحين جمع التحريات والتوصل لهوية ذويها والقبض عليهم. الواقعة الثانية لسيدة ألقت طفليها التوأمين قدام مسجد بمساعدة شقيقها ووالديها. النيابة عثرت على الطفلين وجنبهم شنطة تحتوي على ملابس ولبن للطفلين، وتبين من التحقيقات قيام ربة منزل بإنجاب الطفلين بطريقة غير شرعية، فقررت أسرتها التخلص منهما. الواقعة الثالثة لسيدة ألقت ضناها في النيل انتقاما من طليقها. السيدة من عزبة هجرس في الدقهلية اصطحبت بناتها الاثنين للقاهرة، وألقت بنتها الصغيرة في النيل وفرقت الحياة، وسارعت بإلقاء بنتها الأكبر بنفس الطريقة، لكن العناية الإلهية أنقذتها بعد ما تعلقت بسوار الكوبري الحديد، ولما المواطنين شافوها أنقذوها. الواقعة الرابعة لأم قتلت أطفالها الثلاثة وحاولت تتخلص من حياتها. السيدة حنان تخلصت من أطفالها الثلاثة بطريقة بشعة، دبحتهم بسلاح أبيض جوه غرفة نومهم، وبعد تنفيذ جريمتها حاولت تتخلص من حياتها بإلقاء نفسها أسفل عجلات جرار زراعي. الأم مرت بحالة نفسية سيئة بعد سفر الأب خارج البلد، وده اللي دفعها لارتكاب الجريمة، وتركت الأم رسالة للأب بتقول فيها: أنا يا محمد وديت ولادك للجنة، أنت كمان هتروح معاهم الجنة علشان ما قصرتش معانا في حاجة. أنا اللي قصرت معاهم، وخصوصا أحمد، ذنبه في رقبتي، لا علمته الكلام ولا التعليم. اصبر واحتسبهم عند الله، وادعيلي علشان كنت بتعذب في الدنيا ومش قادر أعيش. ويبقى السؤال هنا: هل الأم تعتبر مذنبة ولا ضحية للظروف المحيطة؟